فاضل ايام ونستقبل شهر رمضان الكريم. عملنا زي ما اتفقنا حاجات كتير، بس في تاني حاجه مهمه قوي لازم النهارده نعملها، هرضي بيها كل الاذواق. يعني النهارده هنعمل مثلا مخلل الجزر الرهيب، ايوه اللي كمان ميته بتبقى لونها كده احمر تحفه، عارفين كده اول ما بتظهر في الاسواق الاكياس بتاعه المخلل اللي لونها احمر، اقول بس كده دي علم من اعلام رمضان. بس ما بيني وما بينكم انا بطلت اجيب المخللات دي تماما من بره، بدات اصنعها في البيت. ليه بقى؟ لان انا بعمل بكميه حلوه جدا برطمانات تفضل عندي وقت حلو. اولا بتحكم في الملح بتاعها، دي رقم واحد، يعني انا ببقى عارفه الملح بتاعي عامل ازاي، عايزاها مالحه مش عايزاها مالحه، انا بتحكم في الملح بتاعي، دي حاجه. تاني حاجه عايزه اعمل جزر، عايزه اعمل كرنب، عايزه اعمل ارنبيط، لا انا عايزه تشكيله، بعمل كل حاجه في البيت واستمتع بيها. اول حاجه هبدا بيها هي مخلل الجزر. بيبيان احنا ماما بنعمل مخلل الجزر بيطلع مش زي بتاع بره. ممكن تجربي مخلل الجزر بتاعي النهارده؟ تعالوا اقول لكم المقادير. طيب هعمل بايه مخلل الجزر؟ طبعا هنحتاج جزر. تمام، في تريكه، مخلل الجزر ده لو حطينا عليه الميه دي وسبناه لا هياخد وقت كبير معايا، صح؟ انا بقى هعمله بتريكه بسيطه جدا جدا، 4 ايام هتفتحي عليه وهيكون اتخلل وهيكون مملح على مسكر على مخلل. تعالى اقول لكم كمان هنحتاج ايه، هنحتاج ميه مغليه. خلاص، طيب هنحتاج قدهم ملح خشن، يعني 6 اكواب ميه مغليه، 6 معالق كبيره ملح خشن. انا هنا انتوا عارفين المقدار بتاعي بيكون لكل كوبايتين ميه معلقه ملح، صح؟ وانا قلته لكم في مخلل اللفت ومخلل الخيار لكل كوبايتين ميه معلقه ملح، لكن معلش انا هنا هزود الملح شويه وهخليه خشن عشان يظبط لي الملح بتاع الجزر. الجزر انتوا عارفين في سن التسكيره. تمام، احتاج ايه؟ 6 فصوص ثوم. تمام، عصير ليمون وماله، معلقه كبيره سكر. يا فيفيان لا بصي بقى، مش هو مسكر؟ اه، عارفه معلقه السكر دي بتعمل ايه؟ بتخليه مقرقش، بتحافظ على قرقشته فتره طويله معايا لحد ما يخلص. هحتاج كمان 2 كبار خل، هحتاج بقى اللون الاحمر الخطير ده اللي بيجي اللي بنشوفه في المخللات بره، احنا بقى هنعمله النهارده. عارفين ده بنعمله بايه؟ تمام، عارفين ده بنعمله ايه؟ بنعمله بيه الفلفل الاحمر الالوان. عارفين الفلفل الاحمر الالوان؟ اه، هو ده انا هستغله النهارده من غير لون، من غير اي اضافه تغير لي من طعم الجزر خالص، انا هستخدم فلفل احمر الالوان. تمام، هحتاج بقى ايه؟ 6 قرون فلفل احمر على اخضر مشطشطين حلوين، يشطشطولي الموضوع ده كله. وطبعا ما ننساش ان احنا كمان بنحط شويه شطه في الموضوع، شويه شطه بقى عيدان مطحونه زي ما انت عايزه، دي انا هسيبها اختياري في كل مخللاتي، يعني انا هحطها بس انت طبعا اختياري. في ناس بتحب المخلل بس تحبوش مشطشط، انا بقى النهارده مخللاتي مخلله بس مشطشطه. تمام، طيب نركز مع بعض بقى هنعمل ايه. اوكي، هنعمل ايه؟ رقم واحد انا حطيت هنا ايه؟ الميه، الميه اللي بتغلي عندي. هي فين اللي خلاص، فين اللي كتب؟ الميه بتغلي عندي، وعندي هنا ايه؟ عندي هنا الجزر بتاعي، بصوا مقطعاه شكله ايه، شايفين؟ مش معنى ان انا هعمله في البيت ان انا هقطعه تقطيع عادي، لا ده انا كمان مشرشراه اهو، كمان مشرشراه، بصوا مخليه عامل ازاي ويجنن اهو، مقطعاه تقطيعات زي بتاعت بره بالظبط. زي ما قلت لكم مش معنى ان انا هعمله بره ربنا يخليك يا مستر، مش معنى ان انا هعمله مش هشتريه من بره ان انا اخلي شكله عادي، لا اهو مزجزج ومشرشر وكل حاجه. اجيب بقى القطاعه بتاعتي الحلوه دي. خلاص، الميه هنا بتغلي، اول حاجه بعد ما غليت الميه عندي هعمل ايه؟ هطفي. تمام، اول ما الميه غليت معايا هطفي، هحط ايه بقى؟ الملح الخشن، احنا قلنا ايه؟ 6 كوبايات ميه على 6 معالق كبيره ملح خشن. واتفقنا ليه؟ علشان انا هنا عندي الجزر ده مسكر، انا عايزاه مخلل،
وعايزاه كمان التسكيرة بتاعته يعني أنا اللي تتحكم فيها، بس هحط كمان سكر علشان زي ما اتفقنا يخليه مقرقش. ادي هنا كمان يبقى كده ايه 6 كوبايات ماء، حطيت 4 وكده كمان حطيت ايه بتاع 2 يبقى كده 6. اجي بقى الملح بتاعي اهو، ادي 1 بعد ما طفيت. ارجوكوا ركزوا معايا علشان ما يتهرش منكم وما يستويش. ادي 1 ادي 2 3 4 ادي 5 ادي 6. وبعدين اروح احط معلقه السكر بتاعتي اهي، تمام ماشي. وبعدين الثوم بتاعي اهو انزله. كل ده فين؟ كل ده في الحله بعد ما الميه غليت، بعد ما الميه غليت. وبعدين احط الخل، اتفقنا. وبعدين ده اللي انا بقول لكم انا هخليه لونه احمر من غير الوان صناعيه ولا الوان طبيعيه، انا هخليه لونه احمر بالفلفل الالوان بتاعي اللي مضروب. بصوا بقى لما بيتضرب بينزل كمان ميته، احطه كده بحط كله، شايفين؟ دي اللي بنعمل منها البابريكا. اذا انا بحط كاني بحط ايه بابريكا في الموضوع، شايفين الميه بتاعته اهي، شايفين نازله عامله ازاي؟ فهي هتعمل لي ايه؟ هتلون لي كل ده. دلوقتي بقى اقلب واتاكد ان كل حاجه عندي ايه دابت، يعني مش هحط غير لما الملح اتاكد انه داب، وده ملح خشن فبياخد شويه تقليب حلوين، اتفقنا. ادي اهو انا هحط بس الخل هنا كمان معايا، واحط ايه السكر، وادي دي علشان هحتاجها. بصوا بقى الميه بتاعته، شايفين الميه؟ هجيب لكم معلقه شفافه، معلقه علشان تشوفوا الميه. بصوا عامله ازاي، لونت ازاي، بصوا. ولسه من غير اي حاجه، تمام. اتاكد ان كله داب، ما احطش ابدا ولسه ما دابش. تعالوا بقى نشوف الجزر بتاعنا الحلو ده قطعناه ازاي. ممكن نقطعه تقطيع طولي وممكن نقطعه تقطيع عرضي او بالورب زي ما انا بعمله كده اهو، شايفين؟ او بنقطعه تقطيع طولي، يعني بنقطع دي كده تمام، ونبدا نقطع اهو بالطول اهي، ونقطع من هنا نشكلها زي ما احنا ايه عايزين اهو، نعملها بقى رفيع، نعملها تخين، نعملها اللي احنا عايزينه. لو عايزينه بالطول هنقطعه طولي ونبدا نعمل فيه كده تمام. تمام، هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل كل ده في الميه. خلاص انا طفيت عليها وملحتها وحطيت الخل بتاعي، ابدا انزل كل ده في الميه اهي. واقلب تاني اهي في الميه السخنه، في الميه السخنه تمام، لكن مش على النار، مش على النار خالص. انا حطيته في ميه سخنه بس مش على النار. اوكي اوكي، بصوا بقى ميته تحفه، حلو جدا وريحته تجنن. طيب برطماني بقى، يلا برطماني الحلو الجميل ده اللي هيزين مطبخك وهيزين سفرتك، واخده بالك اهو، نفتحه. طيب قبل اي حاجه، البرطمان ده انا بجيبه وبحط فيه ميه سخنه، ميه سخنه بتغلي، واروح عاملاه كده واروح منزله منه تمام. وبعدين يفضل اني انشفه كويس قوي، اوكي اتفقنا. او حاجه تانية بقى، ممكن ادخله الميكرويف مثلا بتاع 2 دقيقة، فانا كده عقمته. يبقى يا اما نحط فيه ميه سخنه بتغلي تمام، يا اما نحطه في الميكرويف اوكي، يا اما بقطنه، لا سوري بمنديل بخل
يا اما منديل بخل. يمي تمام. اجيب بقى البرطمان بتاعي كده، انا عايزه ايه فيه سنه شطشطه حلوه، يبقى الفلفل عندي حلو كده، روح مقطعاه اهو بالشكل ده. لو عندك بقى فلفل احمر كمان لقيتيه هاتيه وحطيه مع الفلفل ايه بتاعنا الاخضر، هيديكي الطعم التحفه. انا الجزر لازم ايه، انا بالنسبه لي لازم اشطشطه اهو. احط بقى الفلفل بتاعي اخد تاني اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اروح اجيب مين؟ الجزر. اروح اجيب الجزر، اخد الجزر الاول وبعدين احط عليه الماء. ادي الجزر اهو، واحطه بالثوم بكل حاجه. خلاص الجزر دلوقتي حلوه قوي بالثوم بكل حاجه. شايفين ريحته حلوه قوي، بصوا انا عايزه اخد. الله الله، كل حاجه فيه مظبوطه وهو لسه يعني عارفين كده لما يبقى لسه المخلل في اوله. انا ما عنديش مشاكل اساسا، انا هرش عليه شويه شطه دلوقتي واكله. اهزه بقى واكبسه، اهزه واكبسه. يعني ايه اكبسه؟ يعني احط عليه تاني، يعني اعمله كده اهو. كل ما كبسنا مخللاتنا كل ما كانت النتيجة أحلى. عايزة أقول لكم البرطمانات الشفافة بتزين المطبخ. يعني بصوا هتلاقونا هنا مثلا حاطين التوابل بتاعتنا اللي عملناها، اللي احنا عملناها معاكم. بصوا عاملينها ازاي، حاطينها ازاي اهي ورا. ثوم بودرة، بصل بودرة، بهارات فيفا للمشويات، وبهارات الدجاج، وبهارات اللحمة، وسبع بهارات مزينين بيها المطبخ بتاعنا. فكل يا جماعة ما جبتوا البرطمانة دي لا تقدروا تحطوها تزينوا بيها المطبخ اهو. ونضيف خلاص، خلصنا ماشي. ناخد بقى شوية قرون فلفل كده حلوين على وش الموضوع اهو. ودلوقتي هحط المية بتاعتي بقى، اديلها ايه كبسة كده واحط المية. ما تحطوش المية الاول يا جماعة، لا انا اكبس الاول الايه البرطمان بتاعي وبعدين ابدأ احط المية. يلا شايفين بقى ياخد المية بالألوان بالتتبيلة واضيفها. بحب طبعا جدا ان زي ما حطيت ممكن فلفل تحت احط لي قرنين فلفل. بصوا بقى شكله عامل ازاي، قرنين فلفل فوق، بصوا جماله. الله الله، الشطشطه دي بقى والقرون الشطه دي تنزل الميه بتاعتها، فتجيب لكم كده ايه شطشطه من بعيد عارفين تتلذذوا بيها، مش حاجه حاميه قوي من بعيد. انا حطيت مش في النص، حطيت تحت وحطيت فوق. تمام، اعمل ايه بقى؟ خلاص انا كبسته واتاكدت ان الميه ايه غطيته. ليه؟ لان انا كبساه، شايفين الميه مغطياه تماما. اوكي انا حطيتها وهي، انا ما استنيتهاش تبرد، انا ما عملتش اي حاجه، انا اشتغلت قدامكم كل الخطوات دي. اروح قافله البرطمان بتاعي اهو، وبقى جاهز ما عندي احلى برطمان مخلل جزر 4 ايام ان شاء الله تفتحوا عليه بالف هنا وشفا. تمام كده، تمام كده، هحطه لكم هناك. يلا بينا، ما بحطوش في الثلاجه. ماشي ما بحطوش في الثلاجه خلاص. طبعا انا مش هكتب عليه، هو باين عليه ان هو مخلل الجزر صح؟ ماشي.
طيب عندي ايه بقى؟ عندي حاجات حلوه قوي، عندي قرنبيط وعندي كرومب وعندي حاجات والله يعني تستاهل بقكم، بس بعد الفاصل استنوا.